مقابلة لمواجهة الانفلات الأمنية في السودان، أعلنت ولايتي سنار وشرق دارفور حالة الطوارئ تحسبا لعمليات عنف ولنهب. وفي ذات السياق، أعلنت الشرطة السودانية إحباط مخطط لحرق الميناء البري الرئيسي في الخرطوم وسط انتشار أمني كبير في العاصمة. وفي محاولة لمواجهة الانفلات الأمني والذي تشهده بعض مناطق السودان، أعلنت لجنة إزالة التمكين توجيه الجهات المختصة باعتقال مجموعات من أفراد النظام السابق. وقد أفاد بيان صادر عن هذه اللجنة أن أفرادا من النظام السابق خططوا وشاركوا في أعمال النهب والعنف التي شهدتها عدة مدن في البلاد. أيام عصيبة مرت بها عدة ولايات سودانية على خلفية أحداث العنف والشغب التي شهدتها تلك الولايات وقبل وبعد التشكيل الحكومي. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. احتجاجات متصاعدة وأعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة في السودان خلال الأيام الماضية، من بينها أحداث الشغب التي وقعت في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، والتي ترتب عليها فرض حالة الطوارئ الأمنية في الولاية بعد موجة من النهب والسرقة اجتاحت شوارع مدنها. وجنوبا شهدت مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور احتجاجات مشابهة زادت حدتها في الأيام الأخيرة، مما دفع اللجنة الأمنية في الولاية لفرض حالة الطوارئ. وفي أقصى الشرق لم تنجو ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا من موجة العنف التي اجتاحت ولايات السودان وسط مظاهرات منددة بالغلاء وأزمة الوقود والخبز وفي ظل تنفيذ عمليات حرق ونهب في الأسواق. أما في مدينة بورسودان فقد أشعلت الحركة الطلابية المظاهرات قبيل أيام من تشكيل الحكومة، مما أدى إلى إغلاق معظم المحال التجارية وتعطيل الدراسة. وفي الجنوب السوداني شهدت عدة مدن في ولاية النيل الأبيض أعمال نهب وتخريب في الأسواق الرئيسية، مما استدعى إغلاقها لتلقي الشرطة القبض على 100 متهم بتأجيج العنف في الولاية. عقب أيام من إعلان التشكيل الحكومي، نصف مليار دولار تدخل الخزينة السودانية. وسائل إعلام سودانية أوضحت أن دولة عربية لم تسمها وضعت نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني، وذلك في إطار دعم الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد. يذكر أن الجنيه السوداني كان قد سجل تراجعا قياسيا أمام الدولار في الأشهر الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد. أكثر من 200 كيلو متر مربع في منطقة الفشقة الكبرى استعادتها القوات السودانية من مسلحي الشفتة الإثيوبية. وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن قوات الجيش بسطت سيطرتها على المنطقة الحدودية المتاخمة لإثيوبيا ونجحت في طرد مسلحي الشفتة من منطقة برخة الحدودية.